أيها الإخوة المشاهدون، أيها المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم. ذلك مرات عدة ولكنك لم تقتنعي. أنا آسفة، لم أقصد إزعاجك، ولكن لدي فكرة. ما رأيك أن ترتاحي أنت وأطبخ أنا؟ ها؟ ولكنك لا تجدين الطبخ. بسيطة، ستعلمينني. ها ها ها، وهل تظنين أنني بهذا سأرتاح؟ يا إلهي، لا، كارثة. ها؟ من سيطبخ لنا؟ أنا سأطبخ لكم. ارتاحي يا تيتا، ارتاحي، ارتاحي حبيبتي، ارتاحي. شكرا، هذا أفضل. أعطني تفاحة. لا يوجد تفاح. إذن فليفلة. خذي. شكرا. أهلا. ميمون يا ميمون، ميمون يا ميمون يا ميمون. ماذا مرح؟ ميمون اسمع. ماذا؟ المكان يزداد ضيقا كل يوم، أكثر فأكثر فأكثر. يزداد ضيقا؟ نعم. كيف؟ لا أعرف كيف، هذا ما يحدث، فكر لي.
ماذا سنفعل؟ مرح. نعم. ما رأيك أن يقوم عجول بنطح المكان حتى يتهدم وننتهي؟ إنها فكرة رائعة. نعم. لا يا ميمون، عجول لن يقبل، فقد طلب مني مرة مساعدة ولا مساعدة فلن يقبل، فكر بغيرها. فكري أنت، ليس لدي وقت. ميمون، أنا لا أستطيع التفكير، لا أعرف كيف أفكر، أتألم. يا نعومة يا نعومة، لقد أتعبتني، لقد أصبحت مثل مرح. أقول لك يجب أن تذهبي إلى الطبيب، يعني يجب أن تذهبي إلى الطبيب. لم أنم البارحة جيدا. لما؟ بسببك أنت. ها؟ بسببي أنا؟ ولكنني نمت مبكرا. نمتي أنت وسهرت أنا. نعومة، كيف تقولين هذا؟ ما دمت أنا نمت مبكرا، كيف تسهرين أنت؟ بسبب شخيرك يا طيطة، وهذا يعني أنك يجب أن تذهبي إلى الطبيب وليس أنا. ماذا؟ أنا؟ طيطة طيطاني؟ أفعل هكذا عندما أنا؟ لا يا فضيحتي، يا شماتة الأعداء بي، لا. أنت متأكدة؟ متأكدة يا طيطة. ما الحل؟ تذهبين إلى الطبيب. طبيب؟ نعومة، أريد أن أقول لك سرا. ما هو يا حبيبتي؟ نعومة، أنا أخاف من الطبيب، لم أذهب إلى طبيب في حياتي. إذا دعينا نفكر بحل. فكري بسرعة، ماذا تفعلين؟ حسنا سأفكر. سوف تنهار أعصابي. إهدئي يا طيطة، إهدئي. اصنعي لي كوبا من الحليب بسرعة. هذا يا حبيبتي، هذا. مرحبا ميمون. اهلا شاهين. انتظر شاهين. كيف يمكنني ان اسمن؟ بسيطه، كل كثيرا تسمن. ولكني اكل كثيرا. لكنك لا تاكل الا نوعا واحدا طبعا، وهو الموز. وداعا. لا فائده منك يا شاهين. الشخير هي السمنة. ماذا ماذا ماذا؟ أنا سمينة؟ انظري إلى هذا الجسم المتناسق، لقد قالت لي أمي يجب أن أكون بطلة جمباز. انظري. طيطة يا حبيبتي، أنا لا أقصد انتقادك، ولكن هذه هي الحقيقة. السمنة تسبب الشخير؟ ليس الشخير فقط، بل الكثير من الأمراض. ماذا؟ الأمراض؟ يا اسمعي نعومة، لدي لك سر. ما هو يا حبيبتي؟ أنا أخاف من الأمراض. إذن يجب أن تتخلصي من السمنة. وكيف؟ بالتمارين الرياضية وتنظيم الأكل. موافقة، ولكني لست الوحيدة السمينة في عالم قرناس. ماذا تقصدين؟ أقصد يجب على عجول ومرح وشاهين ممارسة التمارين الرياضية معي. أحسنت يا طيطة، وسأقوم باختيار الطعام والإشراف على التمارين. اتفقنا. حسنا، سأذهب إلى عجول. إلى اللقاء، أحضري لي معك حلاوة بالقشطة. شخير. موزة. لا يا فضيحتي، أنا سمينة. أنا أريد أن أتحدث معك. لا وقت لدي يا نعومة. أنت دائما تدعي بأنه ليس لديك وقت وبأنك مشغول. أتعنين أنني أكذب؟ أنا لم أقل ذلك. لم تقولي ولكنك تعنين. عجول، هناك شيء أريد أن أحدثك به. تفضلي واختصري الكلام. أريد أن أسألك سؤالا يا عجول. هل قرأت كتابي؟ كتابك لا يعنيني يا نعومة، لأنني لا أريد أن أصبح طباخا. هناك فصل فيه يهمك غير فصل الطبخ. نعومة، لقد أخبرني شاهين أن هناك رسالة لك. اذهبي وخذيها. حسنا سأذهب، ولكني سأعود، انتظرني يا عجول. مع السلامة. لقد فقدت لياقتي، يا إلهي ماذا أفعل؟ مرح، مرح اسمعي. ماذا؟ ألست تريدين توسيع هذا المكان؟ نعم. نعومة وجدت لنا الحل. نعومة، وما هو؟ هيا قولي بسرعة. اسمعي. نعم. يجب علينا أن نمارس التمارين الرياضية. ماذا ماذا ماذا؟
ممارسة التمارين الرياضية؟ أنا ليس لدي وقت. عفوا، ليس لديك وقت؟ ماذا تفعلين إذن؟ أنا لا أفعل شيئا وليس لدي وقت للتمارين الرياضية. يا مرح يا صديقتي، أنت تريدين توسيع هذا المكان منذ زمن، والآن جاءت الفرصة فلتكن. يا طيطة، ما علاقة توسيع المكان بالتمارين الرياضية؟ عندما تنحفين تسعين في المكان وأنا أتخلص من الشخير. إذن طيطة اسمعي. نعم. أنا لم أعد أريد توسيع المكان وأرفض التمارين الرياضية رفضا تاما. إذن اسمعي مرح، أنا لن أساهم بعد اليوم في توسيع مكانك أو الحديث عنه. نعم، لا تساهمي يا سمينة. أنا سمينة؟ نعم. أنت سمينة؟ أنت سمينة؟ أنت سمينة؟ طيطة، أنت وأنا سمينتان. ونحن أصدقاء. نعم يا طيطة. شكرا مرح، إلى اللقاء. إلى اللقاء. لا تنسي، ليس لدي وقت. انتهينا من أزمة توسيع المكان وننتقل الآن إلى أزمة الوقت. ماذا فعلت يا طيطة؟ ليس لدي وقت للعمل أيضا. نعومة، للمرة الألف لا توجد لك رسالة. أرجوك يا شاهين، ابحث عنها جيدا أرجوك. لقد بحثت جيدا يا نعومة ولكنني لم أجد شيء. حسنا، سأذهب الآن وأعود، وخلال هذا الوقت ابحث عنها جيدا. حسنا حسنا. شكرا. مرحبا شاهين. أهلا أهلا حبوب، أهلا. ما بك يا صديقي؟ لا شيء، هناك ضيق بالتنفس فقط. شاهين، هذا يحدث لأنك سمين. حبوب، ها؟ هل أنت طبيب؟ لا، لست طبيبا. إذا لماذا تحشر نفسك فيما لا علاقة لك به؟ شاهين، اذهب إلى الطبيب وسوف ترى أني على حق، السمنة مضرة بالصحة. وداعا. وداعا وداعا. واحد اثنان، واحد اثنان، لقد أصبحت سمينة جدا ويجب أن تمارس الرياضة يا طيطة. واحد اثنان. حتى أنت يا ميمون، ولكن ميمون هل تعلم لماذا أنا سمينة؟ لأنني بطة ويسمونني بطة لأنني سمينة، ولكن يجب أن أخفف وزني، هذا ما اتفقنا عليه أنا ونعومة. طيطة، ولكنني أريد أن أسمن. قل كثيرا. أنا أكل كثيرا، أتعرفين لماذا لا أسمن؟ لأنك لا تأكل إلا الموز. لا، لأنني أفكر كثيرا. أنت تفكر ولكن دون فائدة. دون فائدة؟ نعم. طيطة، واحد اثنان، واحد اثنان، واحد اثنان، فوق. واحد، لحظة، إنها جميلة كلحن. واحد اثنان، واحد اثنان. شكرا لك يا ميمون، إلى اللقاء. نعومة، لا تلحي علي كثيرا، ليس لك رسالة. وهل عجول يكذب؟ لا، لكن ربما كان يريد أن يتخلص منك. مني أنا؟ ولما؟ لأنك ربما كنت تلهينه عن عمله كما تفعلين معي الآن. أنا ألهيك يا شاهين. نعومة أرجوك، أتوسل إليك، اذهبي إلى عملك ودعيني أعمل. أنا كنت أريد مصلحة عجول يا شاهين وهو يرفض الاستماع لي. وما هي مصلحة عجول؟ صحيح، ما أفكر به يهمك أنت أيضا. وبماذا تفكرين؟ أنت وطيطة ومرح وعجول ازددتم سمنة ويجب أن تقوموا بتخفيف أوزانكم. ما هذا؟ أنت وحبوب تقولان نفس الكلام؟ يا شاهين يا حبيبي، السمنة مضرة للجسم وعليكم أن تقوموا بالتمارين الرياضية. لا وقت لدي، لا وقت لدي لأي شيء. ستقومون بها قبل وقت العمل. نعومة، لا أستطيع. مرحبا حبوب. أهلا نعومة. ما رأيك أن نقترح على دقات فكرة التمارين الرياضية؟ فكرة جيدة وسأساعدك لتحقيقها. وسنقوم أنا وأنت بالإشراف على التمارين الرياضية. أنا موافق. هل رأيتم لي دقات؟ لا، لم نرها اليوم. لابد أن لديها عملا أخرها. حبوب، ها؟ هل أستطيع أن أنتظرها هنا؟ طبعا، تفضلي تفضلي. شكرا. هنا تفضلي. شكرا. طيطة، نعم؟ هل أسكب لك عصيرا؟
حبوب، ها؟ هل أنت مريض اليوم؟ ها؟ لماذا؟ لأنك لطيف جدا. لأنني لست سمينا. يا حبوب، مع أنها ضدي. دقات يا دقات دقات يا دقات دقات يا دقات يا دقات. ماذا تريدين يا مرح؟ دقات نعم. لا، ما عدت أريد توسيع هذا المكان. ماذا؟ الحمد لله أنك غيرت رأيك أخيرا يا مرح. نعم نعم، ولكن لماذا غيرت رأيك؟ لقد قررت أن أوسع لك المكان. أرجوك يا دقات، لدي أسبابي الخاصة. وما هذه الأسباب؟ تعالي تعالي. دقات، لقد اشتقت إليك وعانيت في غيابك. طيطا يا صغيرتي، تعالي تعالي. دقات يا دقات، دقات يا دقات. ماذا بك يا مرح؟ اسمعي، قولوا لدقات ماذا كنتم تقولون؟ أنا عندي اقتراح مهم يا دقات. وما هو هذا الاقتراح؟ مرح وطيطا وعجول وشاهين ازدادت أوزانهم، ويجب عليهم القيام بالتمارين الرياضية لتخفيفها. أسمعتي يا دقات؟ أسمعتي؟ تمارين رياضية، وماذا في ذلك يا مرح؟ نعم، هذا اقتراح جيد، ونحن مستعدان أنا ونعومة للإشراف على التمارين. هذا اقتراح جيد من أجل صحة الجميع، فأنتم تأكلون كثيرا ولا تبذلون جهدا. مرحبا يا أصدقاء. أهلا قمر. أهلا قمر. ما الأمر؟ قمر، هل تعرفين شيئا عن السمنة؟ أجل، السمنة مضرة بالصحة. نعم، وهناك أشخاص لا يسمعون النصيحة. أية نصيحة؟ لقد طلبنا من عجول وشاهين ومرح القيام بالتمارين الرياضية لتخفيف أوزانهم، ولكنهم لم يسمعوا منا النصيحة. أنا سمعت النصح. حسنا، شاهين، عجول، تعالوا إلى هنا. كلام نعومة صحيح، فقد قدمت لكم النصيحة وعليكم أن تسمعوها لتستفيدوا منها. سأحكي لكم حكاية الآن، وهي لمن لا يسمع النصح، واسم الحكاية القطة المشاكسة. هذه القصة قصة هرة، نعرف منها أحلى فكرة، فانتبهوا لا تنسوا شيئا، أسئلتي توصل للعبرة، فانتبهوا لا تنسوا شيئا، أسئلتي توصل للعبرة. هذه القصة قصة هرة، نعرف منها أحلى فكرة، فانتبهوا لا تنسوا شيئا، أسئلتي توصل للعبرة، فانتبهوا لا تنسوا شيئا، أسئلتي توصل للعبرة. في مكان قرب البحر عاشت قطة جميلة في بيت يشبه الخميلة، وكانت ابنتها الهرة مشاكسة كثيرة المزاح، فتسبب لأمها عدم الارتياح. وفي يوم من الأيام خرجت الهرة دون استئذان وراحت تلعب خلف الجدران، وعندما انتهت القطة من العمل نادت قائلة: يا صغيرتي، لقد أعددت الغداء، فتعالي قبل أن يحل المساء. فلم تسمع من الهرة المواء، فراحت تبحث عنها هنا وهناك بلهفة وارتباك، دارت بين الأشجار وسألت الأطيار، ولكن دون جدوى، مما زاد عندها الشكوى. وبعد بحث طويل وكانت الشمس إلى الغروب تميل، سمعت القطة صوت مواء، ركضت باتجاه الصوت حتى وصلت إلى حفرة كبيرة كانت فيها الهرة أسيرة. حارت القطة، فكيف تستطيع إنقاذ صغيرتها من هذا المأزق؟ فبكت بمرارة وبحثت عمن عنده لإنقاذها مهارة. وفي هذه الأثناء جاء حرف القاف ورأى عليها الارتجاف، فقالت له: أرجوك، أنا بحاجة إلى المساعدة، فصغيرتي وقعت في هذه الحفرة. لا أستطيع القيام بشيء، فهذه الحفرة عميقة وليس عندي لإنقاذ صغيرتك طريقة، ولكني سأستدعي إخوتي الحروف القمرية
فقد يستطيعون تقديم المعونة الفورية. وأطلق حرف القاف صفارة، وما هي إلا لحظات حتى حضرت الحروف القمرية، فقال حرف الجيم: علينا أن نرمي للصغيرة خشبة ونملأ بالماء الحفرة كي تطفو الخشبة وننقذ الهرة. ولكن هذا عمل صعب ويحتاج إلى أيام من العمل أيها الجيم الهمام. أنتم تعرفون أنه عندما يظهر في الليل البدر يحدث المد ويرتفع الماء في البحر. ولكن هذه الليلة ليس فيها قمر، فنحن في 28 من الشهر. أنا سأتحول إلى بدر، وحرف الخاء يصير خشبة نرميها في الحفرة كي تصعد عليها الهرة، وحرف الجيم يتحول إلى جدول يمتد من البحر إلى الحفرة وننقذ الصغيرة. وعندما حل الليل تعاون الجميع وصار الخاء خشبة والجيم جدولا والباء بدرا والحاء حبلا، وارتفع الماء في البحر وامتلأت الحفرة وطفت الهرة فوق الخشبة، وراحت بقية الحروف القمرية تشد الحبل، وبهذا أنقذت الهرة وأعادتها إلى أمها التي شكرت الحروف القمرية. وراحت القطة وصغيرتها وهما تغنيان: هذه أحرفنا القمرية: ألف، باء، جيم، حاء، خاء، عين، غين، فاء، قاف، كاف، ميم، هاء، واو، يا، مياو. اسمعوا اسمعوا، من يوم غد شاهين وطيطة، عجول ومرح تبدأون بالتمارين الرياضية. ولكن بإشراف حبوب ونعومة. كم أنا فرحة، كم أنا سعيدة، سوف أتوقف عن الشخي. ولكن علينا دائما أن نتذكر أن في سماع النصيحة أكبر فائدة. هذا صحيح. وبما أن في الإعادة إفادة، ما رأيكم أن نستذكر القصة من جديد؟ هذه القصة قصة هرة، نعرف منها أحلى فكرة. ماذا تفعل عند البحر هرتنا الحلوة من يدري؟ ماذا تفعل عند البحر هرتنا الحلوة من يدري؟ هيا نعومة. كانت تسكن قرب البحر تلعب تمرح تقفز تجري، خرجت يوما من منزلها دون استئذان أو عذر. كانت تسكن قرب البحر تلعب تمرح تقفز تجري، خرجت يوما من منزلها دون استئذان أو عذر. تاهت لا تعرف وجهتها كيف تعود غدت لا تدري، تاهت لا تعرف وجهتها كيف تعود غدت لا تدري. هرة، نعرف منها أحلى فكرة. ماذا فعلت أم الهرة لما نادتها في حيرة؟ ماذا فعلت أم الهرة لما نادتها في حيرة؟ بحثت عنها خلف الدار، تبعتها بين الأشجار، راحت تسلك كل طريق وتسائل عنها الأطيار. بحثت عنها خلف الدار، تبعتها بين الأشجار، راحت تسلك كل طريق وتسائل عنها الأطيار. حتى سمعت صوت مواه يشبه صفارة إنذار، يشبه صفارة إنذار. Thank you.
هذه القصة قصة هرة، نعرف منها أحلى فكرة. من يخبرني ماذا وجدت أم الهرة؟ ماذا وجدت؟ من يخبرني ماذا وجدت أم الهرة؟ ماذا وجدت؟ ركضت ركضت حتى وصلت، ركضت حتى وصلت حفرة، ركضت ركضت حتى وصلت، ركضت حتى وصلت حفرة. وجدت في أسفلها الهرة، نادت حرف القاف فتى حرف القاف، نادت حرف القاف فتى حرف القاف. ليساعدها هذه المرة نادى أحرفنا القمرية لتقوم بإنقاذ الهرة، نادى أحرفنا القمرية لتقوم بإنقاذ الهرة. قصة هرة، نعرف منها أحلى فكرة. جاءت أحرفنا القمرية، ما هي خطتها الفورية؟ جاءت أحرفنا القمرية، ما هي خطتها الفورية؟ أعرف طريقي بلا خريطة، أعرف طريقي